سلم خالد، خالد عم يعود للخلف بمواجهة شحيمي، شو ممكن يعمل؟ عم يمر، عم بيحاول يمر بمرحلة تانية، إنما محمد الفعور هو يلي عم يتمكن من أمين حلال، أيضا من اللاعبين المميزين بخط الوسط، مو قاتل. شوفوا شوفوا أمين حلال بكل على كل كرة، لكن عم تنقطع من كوناه، بتبقى مع حمود للشمس، محمد شمس، تمرير عند خالد تكجي، خالد بحاول يهيئها لنفسه، انما الكنترول بخونه هالمره وبيخسر الكره لمصلحه امين حلال، بتروح لعند يوسف عنبر، عم بحاول يستلم امام الشحيمي، مضايقه الشحيمي بتخلي الكره توصل لعند امين حلال، بلال ايضا، بلال حاجه حظت الاخيره، وقع تماما دفاع تضامن صور اليوم، عارف تماما لاعبي تضامن صور عارفين شو عم بالوقت يلي فتنا فيه بالدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب، بدل عن ضائع 3 دقائق رفعهم الحكم الرابع حسين أبو يحيى مع كرة إلى داخل المنطقة ورق بشكل كبير بمباراة اليوم. من المفترض أنه تيو بوكاري بلش يفكر بأمور أخرى، بحلول أخرى على الصعيد الهجومي. أيضا عم يخطئ بهالمباراة، تعيد الكرة، هالخطأ يعيد الكرة لمصلحة التضامن سور، الكرة اللي عند كومان بيلعب بتنظيم كتير كبير، وخاصة هدف سجله التضامن سور، وائل يوسف بأي طريقة كان عم يوضع الكرة بطريقة مثالية. سنحت له مع كرة بوسط الملعب، أمين حلال، كرة الأمام لعند كونان، أيضا أمين بوسط الملعب بيلعب كرة لعند أمين حلال، محاولة تضامن سور مع كريم تجديم، بمر بعد المباراة سنتابع الركنية السورية لداخل منطقة الجزاء. أول أمين حلال، أمين صاب كونان بالشوط الثاني، صحيح كونان، كرة أمامية طويلة عند سعيد عوضة، خلينا نشوف سعيد عوضة شو ممكن يعمل الكرة، معه محمد حمود، سعيد، سعيد لاعب صغير المميز جدا، سعيد عوضة، أمين حلال عند كوني، كوني عم يتخلص بطريقة رائعة من رابوس، عم يلعب كرة عرضية وحدة لعمر الكردي، عمر بيعمل كنترول إنما عم يخسرها أحمد جلول، مجددا محاولة الارتداد من التضامن الصورة على الجهة اليسرى. رقم 8 أمين حلال بيلعب الكرة العرضية لداخل منطقة الجزاء الرأسية من بابي، بيخلص الكرة بتوصل مرة جديدة لعند أمين حلال، أيضا بيعكسها لداخل منطقة الجزاء، خروج غير موفق، خروج غير موفق كان لمهدي خليل، ما بعرف التضامن صور مجددا مع أمين حلال بيلعب تمريرة أمامية لعند كوني، كوني بيحاول يمر كثير بالوقت لديديه، أيضا لعند كونان، محاولات مع أمين حلال مع هشام الشحيمي، هشام الشحيمي ايضا بعيد الكره عند امين حلال صاحب الرقم 8، تاخر بالتمرير انما كره بكل حال بهاللحظات في ركله حره لمصلحه تضامن الصور على جهه اليسرى مع امين حلال الرقم 8، هو دائما بنفذ الكرات الثابته، امين حلال بيلعب الكره الى داخل منطقه الجزاء مقطوعه بالراس مر لامين حلال المقاتل الدائم المحارب بخط الوسط امين حلال، عجبني كسب التضامن الصور مع امين حلال، لك بانتظار انفجار الفرحه كيف عبر هز الشباك عبر تسجيل حلال صاحب الرقم 8 امين حلال، هل حيعكس الكره الاماميه انما بيعكس الكره العرضيه بتنظيم الهجمات او ان كان بقطع الكرات، مع الكره العرضيه بتنتفض داخل منطقه الجزاء، الكره الراسيه بتتخلص عن خط المرمى تماما، الكره الراسيه الكره خاطئه بتوصل عند امين حلال، الحلال بعيد عن يوسف عنبر، ممكن يسدد يوسف عنبر، بيسدد يوسف عنبر تسديد قوي بتبطئ منه لامين حلال، امين بوسط الملعب امين حلال الكرة ايضا المحاولات للانطلاق الى الامام متي هي بمتناول اليد الى هاللحظات، هل سيكون هناك راي اخر؟ بيعيد الكرة لعند امين حلال، امين حلال بالتاكيد موجود على الجهة اليسرى، اللاعب اللي دخل من وقت قليل هيثم خدوج، هيثم خدوج بلال نجدي وعلي حوراني عم بيقوموا بعملية التحمي، هل ممكن واحد منهم يكون الورقة الرابحة بالنسبة صور على منطقة الصفا؟ أمين حلال لديديه المتقدم، ديديه عم يسدد كرة قوية إنما كرة الأمامية تنفذ التضامن والرأسية من بوجود نور منصور، صعب الأخطاء داخل منطقة الجزاء، نور منصور بيخلص الكرة، التضامن صور الساعي بهاللحظات والعودة الدفاعية غير مبررة مجددا مع أمين حلال، أمين حلال تمريرته الأمامية، الكرات عم تكون من نصيبه لمهدي خليل، بالوقت لما أمين حلال مجددا لمصلحة التضامن صور كوني، أمين حلال صاحب الرقم 8 الحلالي بيلعب داخل منطقة ولا حدود منطقة الجزاء، بتنقطع الكرة بتعود لعند أمين حلال، بمر بمهاراته أمين حلال بيوقف على كرته، أمين الكرة الخلفية لعند الدياح بهالموسم هل رح ينجح؟ سعيد راح تزيد بالفعل عم يتلقى الكرة على الجهة اليسرى معه أمين حلال، من الصعب المرور عن الحلال، هيدا الأمر يلي عم بيصير، أمين حلال عم يستخلص الكرة عم يلعبها مباشرة عم تكون مهمته
الهجومية إلى حد الوقت ما لهاش مرتدة. سعيد عبادة مفروض استعجال بالتمرير، مفروض البناء الهجمات بشكل منسق للتضامن أو للرسك مع الكرة العديدة في منطقة الجزاء. ممكن إنما الكرة تراكونيه أمامه طارق حلوم، أمين حلال، أمين منه لسعيد عوض خلف مجدد العنبر لعند أمين حلال. الكرة الأمامية بلال حامد منصور بيتنفس بشكل سريع أيضا بلال حاجو مع يوسف عنبر. عنبر ممكن يسدد من هون، عنبر بيلعب تمرير الاماميه بتجي سعيد عوض خلفي. شوفوا تدخلات خليل خميس، انما الكره عم تنتقل لعند التضامن صور تحديدا امين حلال. امين الكره الاماميه جاد زين جادش ممكن يعمل بال وسط الملعب. شوفوا دائما امين حلال وبلال حاجو بيحاولوا يضيقوا المساحه على دانيس. يدوا الكره للتضامن مش لوقت طويل، لقطع الكره والانطلاق على الجهه اليمنى. حسين زين عم يشق طريقه باتجاه عم يطلب الكره العرضيه، انما بتوصل سهله جدا عند لاعبي تضامن صور. كنت عم بتحدث عن بطولات فريق العهد، اما البطوله الثانيه كان احرزها. بيلعب كرته اماميه، بتنقطع الكره، بتعود الكره لمصلحه تضامن صور، الكره الاماميه ايضا لعند نصار بيسدد مباشره لنصار بيحاول يمر، تبقى الكره مع تضامن صور. امين حلال لمسه يد على حسين الزين بالكره الاخيره. امين حلال